طيب نسمع رأي آخر من واحد من الأندية الجماهيرية الكبيرة طبعا في مصر، النادي المصري. معايا الأستاذ الحسيني أبو قمر، نائب رئيس النادي المصري البورسعيدي. يا فندم مشرف ومنور، سعيد جدا بتواجدك معايا. الله يكرمك. الحمد لله. الله يسلمك يا فندم. احنا نتحدث حول مشروع او فكره لنظام جديد للدوري في الموسم الجديد، ربما يكون نظام استثنائي، نظام انتقالي حتى نضايق الجاب اللي بيحصل دايما في مواعيد مباريات الدوري على مدار الموسم. رايك من حيث المبدا في تغيير النظام، نظام الدوري؟ انا اولا يعني اي فكره جديده طبعا محتاجه مزيد من الحوار والدراسه قبل ان انا مطرحها على الناس. ايوه. وطالما طبعا طرح الامر ده، انت كانك دلوقتي بتعمل حوار ما بين الانديه على مستوى الاعلام، على مستوى صح. كل المعنيين بقضيه الرياضه وكره القدم في مصر. صحيح. فبالتالي يعني انا مش معنى ان انا عندي تجربه في بلجيكا ان ده النموذج الامثل ليا في التطبيق لما عمل موسم الثاني. ليه احنا ما نفكرش نعمل تجربتنا احنا يعني كمصر نفسها؟ لو انا عاوز اعمل تجربه وانتقل انتقال بحيث ان ينتظم في المستقبل المسابقه، يبقى ده موسم استثنائي. ما فهمته ان ده موسم استثنائي يعني. صحيح. فيعني يجب الرابطه طبعا والمعنيين بالامر يفتحوا حوار اكتر مع الانديه. وبالتالي ما ننتهي اليه في النهايه في صالح الكره، ويبقى كل الاراء مطروحه والاسباب اللي دعت لكده. ايوه. يعني ما هو اكيد في اسباب اللي دعت ان يبقى ده موسم استثنائي بنظام معين، خاصه وان فعلا ممكن تترتب على هذا النظام يعني ظلم لبعض الانديه. هل بالفعل ونراعي برضو فكره دخول الانديه بس لما قلت عدد الماتشات، هل سيترتب عليه تخليص المداخيل بتاعه الانديه خاصه مع الشركه الراعيه او السبونسر كده يعني، او البث التلفزيوني وتفاصيل اخرى، او البث التلفزيوني وكل ما هو متعلق بكره القدم بالمسابقه. صحيح. لان في عدد ماتشات، الجماهير، كل ده حاجات هل نراعيها في هذا الاستثناء او هذا الموسم الاستثنائي. فمهم جدا في عندك زي الانديه الجماهيريه، الانديه ديت النهارده ممكن انت هم عددهم بالظبط غير اهلي وزمالك اربعه. يعني اهلي وزمالك ومصري واسماعيلي واتحاد وبلديه المحله. مظبوط. فدول هيبقى فيه ايه؟ هل هيبقى فيه تمييز ايجابي لحد ولا مش عارف ايه؟ هل تقدر انت النهارده مفاجاه ممكن دول يكونوا نصهم في بيصارعوا على الهبوط؟ هنا كره القدم مهم جدا ان انا اراعي كل حاجه بحيث ان متعه كره القدم والهدف من ممارسه كره القدم ما نفقدهاش. عارف يا فندم كمان في، انا فاكر من ثلاث مواسم او من اربع مواسم اتذكر يعني المصري كان في منطقه صعبه جدا في جدول ترتيب الدوري تحت، يعني في منطقه صراع الهبوط، وانهى الدوري في الاخر في المركز الرابع اعتقد من اربع مواسم، انا فاكر ده كويس جدا. فانت ممكن في كتير من الانديه بتبدا بشكل مش كويس بس ممكن تنهي بشكل عظيم جدا، فانت كمان هنا بشكل او باخر اهدرت فرصتهم ان هم يكملوا في المنافسه في المنطقه اللي فوق، وفجاه حطيتهم في صراع الهبوط رسمي. هو ده اللي انا بقول. طبعا هو اكيد هيقول لك، يعني هقول لك انا هراعي النقاط اللي حصل عليها في الدور الاول عشان ده موسم من دور واحد، وبالتالي انا قسمت المستويين، هنا عملت مستويين في المسابقه، مستوى اللي بينافس اللي هم التسع فرق المركز الاول التاسع، ثم من العاشر لل 18 بقيه الفرق اللي هم بيصارعوا من اجل الهبوط. صحيح. مع الاحتفاظ بالنقاط اللي حصلوا عليها في بدايه في الدور الاول. القصه ان ماتشات كره القدم بتقبل المنافسه، وبالتالي اتاحه الفرص وتمكين الناس من الممارسه نفسها محتاج انك تلتقي كل الفرق مع بعضها. هنا بيبقى عندك المعيار او النتيجه مبنيه على اسس سليمه. صحيح. لكن ده هيبقى نظام استثنائي، ظرف استثنائي، من الصعب ان نحكم عليه وما يقعش في ظلم الناس فيه. فده محتاجه برضو لو احنا عندنا مشكله في انتظام المسابقه في الموسم اللي بعد القادم. يعني وان هرجع للنظام القديم. فما نحاول نشوف بدائل لهذا النظام او لهذه الاشكاليه. لو هو استثنائي خلاص. يبقى ندير فيه حوار. صحيح. وكل الحاجات المحاذير اللي الانديه بتعلن عنها دي
محتاجه ردود من القائمين على الامر، من الرابطه، من الكوره، من المعنيين. كل دي محتاجه للناس، وبعدها نطلع بالقرار السليم. مفيش مشكله خالص لو في صالح، بس ندرسه. مظبوط. احنا ما بنرفضش الفكره من بدايتها كده، وندرس وندرسه جماعه، يعني كل الانديه تشارك مع الرابطه بالظبط. المشكله يا فندم، المشكله ان انا عندي مشاكل كثيره جدا. المفروض المعنيين عندي كرابطه واتحاد كره القدم هم المعنيين. انا كانديه جماهيريه انا بعاني، انا عندي سوء انتقالات لاعبين من أسوأ الاسواق على مستوى العالم كله. عندنا في مصر عندنا اسعار لاعبين مبالغ فيها. عندنا حاجات كتير جدا محتاجه ان انا اعمل لها يعني مسؤوليه شويه، اعمل لها نوع من الضوابط شويه. محتاج ان انا الانديه بتتاثر، ولذلك ان لولا وجود رؤساء انديه بينفقوا من مالهم الخاص زي مثلا في في المصري مستر كامل ابو علي، في الاتحاد محمد مصري، فالانديه دي مش هتلاقيها. صحيح صحيح. فبالتالي هل احنا يعني اسسنا لهذه الانديه دايره مداخلها ازاي؟ ان ازاي نحولها لمؤسسات، مؤسسات رياضيه. محتاجين تعديل في قانون الرياضه، محتاجين في الاستثمار الرياضي، محتاجين ان احنا يبقى عندنا طفره في منظومه الرياضه حتى نصل الى مستوى كره. احنا شفنا مستوى المنتخب الوطني رغم ان احنا عندنا مجموعه من المحترفين على اعلى مستوى، وعندنا مستوى الدوري في النهايه ما افرزلكش اللاعب الافضل اللي يمثلك على مستوى افريقيا، رغم ان البطوله كانت ضعيفه المستوى. صحيح صحيح. كانت ضعيفه المستوى، لم تكن فنيا عاليه جدا، كان من اضعف المستويات. صحيح صحيح. فبالتالي انا مهم جدا ان انا في الفتره اي حاجه بحب اعملها جديده عشان تنجح اعمل فيها مزيد من الحوار، اكتر من ورشه، اكتر من حوار، وفي النهايه هتخلص في النتيجه، وممكن تطلع بافكار تضيف لك انت كمسؤول. انما اي حاجه هتتم بمعزل عن الانديه وعدم وجود حوار، اعتقد ان هي في النهايه هتقابل بنقد شديد. وطبعا الاعلام مهم جدا 100% في هذا الامر، ويكونوا شركاء في هذا الحوار، لان برضه هم على المستوى المهني عندهم قدره ان ده يضيف ويضيف لل وده اللي حاولنا، وده اللي حاولنا نعمله من النهارده. من بمجرد بس ما طلعت الفكره حاولنا كمان نسمع من معظم الانديه في مصر، عشان احنا بنسمع من طرف، يعني دي فكره لسه ما اطرحتش علينا. صحيح. يعني ده تصريحات. صحيح. في النهايه وانتوا كاعلاميين بتتناولوها، فبالتالي بتاخد. انا فكرتي مثلا انا نائب رئيس نادي، فانت طرحت عليا الفكره. لا انا عندي اداره برضه هطرح عليها الفكره 100% 100%. فبالتالي لما نعمل حوار في مجلس اداره، في رئيس نادي، ربما تلاقي في الفكره كمان ايجابيات اكتر من السلبيات، ربما. يعني هو مش انا مش هحكم على الفكره. صح. او التجربه بان انا افشلها من دلوقتي او احكم عليها بالرفض. مظبوط. وخليني عايش في نفس المستوى من المسابقه. لكن مش معنى انها فكره بلجيكيه انها تناسبني 100%. ولو هتناسبني يبقى اشوف الاليات اللي اقدر اطبق بيها، واشوف المحاذير اللي هي بتخوف الانديه. صح. وازاي ان انا اتغلب عليها، دي مش هتيجي الا بالحوار. صحيح صحيح استاذ. فاحنا ما نقدرش نحكم عليها الا بحوار. صحيح استاذ، سواء بالايجاب او بالسلب. استاذ حسين يا ابو قمر، نائب رئيس النادي المصري البورسعيدي، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله القيمه، كلام ايضا مهم جدا.